صلى الله عليه ويا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين يا رحمة الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن عمك الشهيد مسلم بن عقيل أخاب والله تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رسول حسين أنت اليوم في رحاب الكريم مسلم بن عقيل أنت الآن في رحابك في مجلسك تحت قبته الشهيد أول شهيد في قافلة الحسين وفي دورة الإمام الحسين عليه السلام رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة طاهرة وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل دمًا يا ابن عم الحسين بكت كدمًا يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافعة لأنك لم ترو من شربتك ثناياك غدت فيها طائعة
سيدي يا مسلم رموك من القصر إذا أوثقوك، فهل سلمت فيك من جاء تجرب أسواقهم؟ ألست أميرهم البارحة؟ يا ويلي من دارت عليه القوم، يا ويلي من دارت عليه القوم، ومن صارت عليه يا لم كون حسين يا عباس يسمع صرخته ويم، من ضربه على راسه وجسمه تخضب بدمه مثل ما خضبه بالدم يردها مخضبه بدمها، مشتول وغريب الدار ما من نايح الناحت عليه شلون ابو طاهر ولا من صايح الصاحب، غيرتها وحميتها من عدها العدا راحت، ولا واحد لاخوته يروح يندهها ويحشمها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعيش في هذه الليلة في رحاب العلم والعلماء، أولى الإسلام واهتم اهتماما بالغا وكبيرا بالعلم والعلماء التي جعلها في مصاف الإيمان، بل إن الإيمان يهدي إلى العلم. العلم هناك آيات كثيرة تشير إلى عظمة العلم، إلى منزلة العلماء في الإسلام. الروايات المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المعلم الأول للبشرية، هو المعلم الأول للبشرية، أكد على العلم، أكد على احترام العلم، على احترام العلماء، وقال صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأول كلمة أيها الشباب، وكلكم شباب، أول كلمة نزلت في القرآن الكريم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بل الله سبحانه وتعالى: اللهم عجل فرج قائم آل محمد. يا أخوان فضل إلى المنبر، بارك الله بكم. أنتم الآن في رحاب مجلس السيد الجليل الشهيد الأول في ثورتنا، في ثورة سيدنا ومولانا الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام. بل في سورة هناك اسمها سورة القلم، إخواني أيها الشباب، نون والقلم وما يسطرون. ولعل من أروع المبادرات، ومن أروع المبادرات الحضارية
لرسول الإنسانية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. في معركة بدر، شوفوا إخواني لاحظوا هاي المسألة المهمة، في معركة بدر كان هناك أسرى من المشركين، أسرى من المشركين. الرسول صلى الله عليه وآله قال كل أسير يطلق سراحة مقابل أن يعلم 10 من صبيان المدينة. شوف أهمية العلم، شلون كل واحد يعلم 10 من صبيان المدينة المنورة يطلق سراحة الرسول صلى الله عليه وآله. والعلم يحتاج إلى المثابرة، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى التوفيق من الله، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. من أخلص لله 40 صباحا جرت الحكمة على لسانه، جرت الحكمة على لسانه. يحتاج إلى تتبع، وخاصة الآن وسائل العلم سهلة، الآن وسائل الاتصال سهلة بالعلم، مو فقط مثلا الآن، قبل الإنسان لما عنده مسألة شرعية يذهب من جنوب العراق إلى النجف حتى يسأل المرجع، حتى يسأل العالم. الآن كله على الإنترنت، سهلة بسيطة، لكن يحتاج لها متابعة وصبر ومصابرة. أكو قصة جدا جميلة حول موضوع العلم. يقول لك أحد الأخوة توجه إلى دراسة العلوم الدينية في النجف الأشرف، قصد مسافات وراح إلى النجف الأشرف من أجل طلب العلوم الدينية. فلما راح للنجف ما كان يستوعب، ظل فترة طويلة حتى مسألة شرعية واحدة ما قدر يحفظ. الشيخ المسؤول عنه المعلم قال له أنا راح أعلمك فقط مسألة واحدة تحفظها، جزاك الله ألف خير. ما هي المسألة؟ قال له جلد الكلب أجلكم الله يطهر بالدبابة، بالدبابة. آه بس هذه سهلة، هذه جلد الكلب يطهر شنو؟ بالدبابة. فهذا راح يرددها كذا، جلد الكلب أجلكم الله يطهر، يطهر بالدباب. اجي ها، قال للشيخ ها مولانا حفظت المسألة سهلة، إلا ايش شيخنا شو ما حفظتها؟ قال له جلد الشيخ يطهر بالدباب. شوف أول من أجلكم الله الكلب، جلد الشيخ دخل إلى قلبه شيء من اليأس. شوف الآن هو خجل أمام الأستاذ، قرر يعود إلى مدينته، لكن في أثناء الطريق أثناء العودة إلى مدينته شاف بئر وبيه دلو وحبل. نظر إلى هذا الدلو، إلى الحبل، أكو إلى أثر الحبل، الحبل إلى أثر بالحجر، سوى أثر. قال هذا الحبل ترك أثر في الصخرة الصماء، ترك أثرا، إذن يجب أن أعود. والتصميم على طلب العلم، وعاد وأصبح من العلماء. علماء نيروه كذلك. أنا السنة الماضية يجوز بعض الأخوة ما سامعينها، واحد من أخوتنا مثلا من جنوب العراق أيضا توجه إلى النجف الأشرف للدراسة، لكن أخوه بقى ما يتعلم. فلما أجى من النجف هذا العالم طالب العلم، شاف أخوه مخلي طين على عينه، طين على عينه. شنو هاي؟ شنو هاي مولانا؟ قال له أنا زاهد، وهاي ما أحتاج أنا عينين. شوف شلون العلم أهميته وطلب العلوم والمسائل الشرعية. فقال له أنا ما أحتاجه. قال له أنت هاي كم
فترة مخليها. قال له تقريبا 3 أشهر أو أكثر. قال له هاي صلاتك كلها باطلة. صلاتك شني؟ باطلة، لأن هذا يحجز، هذا حاجب عن الوضوء بدون عذر شرعي. والوضوء مقدمة للصلاة، الصلاة بدون وضوء فهي باطلة. وما يعني الإنسان ما يخجل يتعلم، حتى إذا كان كبير يتعلم من الصغير. يوم كنا نشوف شيء بسيط أذكره لكم، مثلاً اليوم رحنا لأحد الأخوة الله يحفظه، دعانا إلى بيتي، فكان أحد الصغار لما يخلي ماء على إيدي تكلم باللغة الإنجليزية، قال لي ورا الروف، لما ما أفتهم كان ورا الروف، فقلت له شنو يعني؟ قال لي ضد الماء. شوف استفاديت من عنده، هو يعني مثل حفيدي. فهكذا الإنسان ما يخجل. أنا هسه مثلا أروي لكم قصة عن الإمام الحسن والحسين عليه السلام. شافوا شيخ كبير، كلكم سامعين هذا لكن الذكرى، شافوا شيخ كبير يتوضا بشكل خطأ. لا رأسا احنا لو نشوف ان انت صلاتك باطلة، لا يا اخي، مو انت راح تشرد من الدين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. فالامام الحسن والحسين يتوضون ويقولوا له يا شيخ شوف أينا أحسن وضوء، أنا أم أخي الحسن؟ يقول لهم يا نور عيني أنت وضوءكم صحيح، أنا وضوءي الخطأ. سيدة شباب أهل الجنة بأسلوب. فقال إذن يا شيخ حسن وضوءك، لأن الصلاة بدون وضوء باطلة. إخواني كذلك مسألة طلب العلم، القرآن يشير إلى آية في غاية الأهمية، طلب العلم يصير واجب كفائي. شلون الآن مثلا الإمام السيد السيستاني أعلى الله مقامه من خلال الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي الآن إحنا قاعدين باستراليا ما حصلنا إثم، لأن أكو مجموعة من المؤمنين من الحج الشعبي قاموا بالواجب الله يجزيهم ألف خير، وتساقطت دماءهم على فكرة. فشوف الآية المباركة تشير إلى طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة، يعني بعض الأخوة أيضا اقترح مثلا مجموعة من الشباب نقدر احنا نوفر لهم مثل 3-4 الى النجف الاشرف من خلال دراسة العلوم الدينية، ويجون الى هذا البلد يوصلون صوت الاسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الشهيد الأول الشهيد محمد باقر الصدر يقول من أهم عوامل النهضة للأمة أن يكون عندها منهج صالح، منهج صالح والإيمان بهذا المنهج والتفهم، يعني دراسة هذا المنهج، دراسة هذا المنهج. والعلم له منزلة. انت شوف مثلا الان في هذه الدولة، هاي مجالس الحسين نستفيد نسوي مجتمع متكامل، فيه المهندس، فيه الطبيب، فيه اللي يدرس مختبر يخدم المجتمع، كل شيء فلاح. مثلا بعض الاخوة يفرضون على ابنائهم لازم طب او هندسة، لا مو اكو فروع اخرى حسب رغبته، لا تجبره بأن يسلك هذا المسلك. بالإضافة هناك ملاحظات، مثلا إحنا هاي نعيش في رحاب الحسين، تشجيع المتفوقين، يكون عنده تفوق يكون نكرم هذا المتفوق.
هاي قضية اجتماعية. شوف انت رئيس جمهورية، رئيس جمهورية يروح ياخذ دكتوراه فخرية، ما دارس هو، لا شن؟ حتى يصير عنده مركز اجتماعي. رئيس انت وصلت رئيس جمهورية بعد شتري، لكن هذا يهتم بهذه الناحية. كذلك قلت احنا ما يخجل الانسان يقول انا كبير، خاصة احنا مع الاسف مصطلحات عندنا بالدول الاسلامية يقول بعد ما شاب شني ردوه للكتاب، هاي خطأ، مصطلح خطأ. اطلبوا العلم من المهد الى اللحم، هذا ديننا. ماكو عمر، ما حد عمر. واحنا شفنا هنا، تروح للجامعة شبابنا يعرفون، شوف واحد عمره 70 سنة وواحد عمره 20 سنة، عادي. احنا ما الان نستفيد من هذه الفرص، نستفيد. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. امير المؤمنين علي عليه السلام هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. كيف صار مدينة علم رسول الله؟ من خلال المتابعة، من خلال السؤال. حتى يقول لك أحد الصحابة يقول 3 لأمير المؤمنين أحب إلي من حمر النعم، لو كانت إلي هاي 3 خصال أحب إلي من حمر النعم. شن هي هاي الخصال 3؟ يقول تزويجه من السيدة الزهراء سلام الله عليها. بعد هذا فخر، لأن لولا علي لا يوجد كفؤ لفاطمة. تزويجه من الزهراء عليه السلام، إعطاء الراية يوم خيبر، هذا وسام خالد، لأعطينا الراية غدا رجل كرار غير فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وكذلك نزول آية النجوى، نزول آية النجوى بحق شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لأن أكو بعض الناس يجون للرسول، حتى سورة الحجرات، يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني عندهم مثل ما يقولون جهل، يا محمد هكذا ويجون بدون احترام. بعدين اكو بعض مجموعة يمنعون الفقراء، ما يم الرسول، يمنعون، يجون يسألون. ايش كثر لطيفة هنا احنا، هاي حتى بديننا. مثلا لما تريد تزور صديقك لازم تتصل بي، جوز مشغول هذا وما تخجل، فإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا. فكذلك الرسول عندنا مسؤوليات، عندنا مهمة قائد، فأنتوا فرض عليهم. ماكو إلا لما واحد يجي يدخل للرسول يريد يسأل يقدم صدقة. الإمام فقط أمير المؤمنين علي عليه السلام كان عنده دينار صرفه 10 دراهم كل ما يروح، ولا واحد بعد، بس أمير المؤمنين يدخل إلى الرسول، ما ولا واحد دخل إلى الرسول. فالسيد الخوئي على الله مقامه يقول فقط هاي نسخت، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كأنما يشير إلى عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما من آية في ليل أو نهار، في جبل أو سهل، في أي شيء نزلت أنا أعرف، لو ثنيت لي الأسادة لذكرت في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم حمل بعير. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، شوف انت بسرعة تقراها، يقول انا البسملة. هذا عبد الباقي العمري يقول هو باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل، يخاطب هاي القبة. شوف نقطة، يعني شنو باء؟ شنو قبة الإمام مقلوبة؟ هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. عالم بحر، سلوني قبل أن تفقدوني، لكن وين كان المجتمع؟ يقوم لواحد يقول له كم شعرة في رأسي، قال أنا أعرف هاي كل شعرة وجواها شيطان، ويكون من صلبك ولد عار يقتل ولد الحسين سبحان الله. عمر الخليفة يقول لا أبقان الله لمعضلة إلا ولها أبو الحسن، أسلم الوقت، لكن شوف مسائل اصلا
مثلا هاي المرأة اللي ولدت لستة أشهر الوقت انتهى، لكن أكو مسائل جدا الإمام سألوني قبل أن تفقدوني، فجابوها إلى الخليفة الثاني يا أبا هاشمي، قال أقيموا عليها الحد، هاي غير حملها استغفر الله غير الشرع وكذا. فطلعت يرجموها، صاحت يا أبا الحسن انقذني، ما الخبر؟ شنو ما الخبر؟ قال ولدت لستة، قال ليش في شيء؟ ما في إشكال الآية القرآنية، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين 24 شهر، يظل ستة أشهر هاي مدة الحمل، صح؟ الله أكبر، لا أبقان الله لمعضلة ليس لها إلا أبو الحسن. هو المرجع بعد الإمام ما يبخل بعلم. السيدة الزهراء عليها السلام، السيدة الزهراء شنو كانت وسائل علمها؟ قاعدة بالبيت بس شو تسوي؟ ماكو قبل تسجيل، رأسا سبحان الله الطفل شو يقول رأسا يحفظ حتى النقطة. اكو موجود انا شفت واحد تقرأ قصيدة 100 بيت رأسا هو يقراها، عنده قابلية للحفظ سبحان الله. السيدة زهراء كانت تبعث الحسن عليه السلام، والحسن رأسا يلتقط لاقطة صافية رأسا شنو الأحاديث نزول القرآن وينقلها إلى أمه. يجي الإمام علي عليه السلام يدخل إلى الزهراء يشوف عندها العلوم عندها المعارف، من أين لك يا بنت رسول الله؟ هل كنت معنا في الجامع؟ قال لا، ولدك الحسن. فيريد يشوف شلون الإمام الحسن عليه السلام ينقل هذه المعلومات إلى أم الزهراء، كانت تخلي له كرسي أو مخدة شنو حتى تعلمه. هكذا الأطفال شلون أهل البيت يعلمون أولادهم. فلما اجى فرحان رأسا تلجلج بعد ما تكلم، ولدي أنت لدق اللسان قوي البيان، قال أمه كل بياني وضعف لساني لعل سيدي ومولاي يرعاني. قاموا لي الإمام ضم إلى صدر قال ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم على عالمين. السيدة زينب عليها السلام شوف عالمة غير معلمة، عالمة غير معلمة، عمة أنت عالمة غير معلمة، عالمة غير معلمة سبحان الله، بحيث هي هاي خطبة الزهراء اللي في فلسفة الوجود السيدة زينب حفظتها، يعني إحدى الرواة لخطبة الزهراء هي السيدة زينب عليها السلام. أكو أيضاً السيدة نفيسة، أكو لها مقام إن شاء الله إذا صار لكم وقت مثلاً سوون ترانزيت وانزورون مقام الإمام الحسين في القاهرة، كذلك مقام السيدة زينب. السيدة نفيسة اللي متزوجها إسحاق ابن الإمام الصادق، يقول لك لما الشافعي الإمام الشافعي هذا قريب يقول لك سيد من السادة هو أحد الأئمة المذاهب، لما راح هرب لأن شنو يحب أهل البيت الشافعي، وإلى طبعاً شعر يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وإلى شعر أيضا هاي القلوب الطيبة هاي الطاهرة اللي تحب أهل البيت، يقول كثر الشكوى والاختلاف، الآن كل واحد 72 فرقة، هو يقول الإمام الشافعي يقول كثر الشك والاختلاف وكل يدعي الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لمحمد وعلي. فاز كلب بحب أهل كهف كيف أشقى بحب آل النبي، كيف أشقى بحب آل النبي. فهنيئا لكم هذا الحب وهذا الولاء وبارك الله بكم، الله يحفظكم بهذه الليالي ويدفع عنكم كل بلاء ويعيد عليكم هذه الأيام بالخير والبركة، لأن هاي بركة يا رحمة الله الواسعة. خلنا ندخل بعد، وإلا الحديث يقول عن العلم والعلماء، انتهى الوقت إخواني. ندخل إلى مسلم عالم جليل، والوقت أيضا شان وبدي أذكر قصة أولاد مسلم، ذول اللي ذبحهم هذا الطاغية كانوا مجونين عارفين أنتم،
احنا اولاد مسلم والدهر خان، فكنا من السجن والله يا سجان. مسلم عليه السلام ارسله الامام الحسين الى الكوفه رسولا من قبله بعد ما جاءت الكتب. يا بأقدم يا ابن رسول الله، ليس لنا امام الا انت، فالقوا الحجه على الامام. ارسل يستطلع الوضع، ارسل مسلم عليه السلام قال ارسلت اليكم اخي. وشوف الامام هو طبعا من الاطفال، هو كان شجاع، شارك مع امير المؤمنين في صفين والنهروان والجمل، كان قائد فرقه، متزوج من رقية بنت الإمام علي عليه السلام، رقية الكبرى، متزوج بنت الإمام علي عليه السلام. شوف أولاده طبعا كلهم استشهدوا، هاي الشخصية العظيمة. وصل إلى الكوفة بايعوا 18,000، بعض الروايات أكثر، فكتبوا ذول أعوان الدولة الأموية إلى يزيد، إذا أردت الكوفة ابعث لها رجل قوي، لأن يعني هذا النعمان ابن بشير يتضاعف أو ضعيف. فاستشار يزيد سرجون، من قال له هذا بعد، هذا ما إلها غير هذا الطاغية، هذا المجرم السفاك الإرهابي عبيد الله بن زياد، وكان والي على البصرة، سلم البصرة. وكذلك جاء إلى الكوفة يجد السير، حتى يقول لك شلون صلفه قوي، يغير كل مفرزة موجودة بالطريق، يغير الدابة بحد الدابة تتعب وهو ما يتعب. إلى أن وصل، ما دخل من طريق البصرة، راح دخل من طريق الحجاز، لابس عمامة سوداء من زي أهل الحجاز، وأيضا نعل من أهل الحجاز شلون يلبسون، وبيده عصا، والناس تفتكر هذا الحسين عليه السلام، ما شايفين الحسين، مرحبا بك يا ابن رسول الله. إلى أن وصل إلى باب القصر، افتح القصر، صاح يا ابن رسول الله. هذا أيضا البشير النعمان بن بشير افتكر هذا الحسين، قال ليس لنا حاجة، يعني اتركني بعد، ليس لنا حاجة عندك، يعني اتركني بالقصر. لكن قال افتح الباب، ويلك، وإذا هذا اللعين عبيد، الناس تفرقوا، بدأت مؤامرة هذا الطاغية، خوف الناس، لأن هناك جيش يأتي من الشام، أرسل على رؤساء العشائر، خوفهم، بعضهم مال. وهاي قلت إخواني، الإنسان اللي ما عنده وعي وما عنده علم، ليش الإمام يأكد على العلم؟ ياكم أين الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. دول همج رعاع، دول ما كان عندهم وعي، وقفة وقفة بطولية. المهم الخلص من أصحاب الإمام بالسجون، حبيب المظاهر وين؟ ما نشكب ولا عب. كان وين؟ هرب. المختار رضوان الله تعالى كان بالسجن. المهم اخواني، المسلم عليه السلام كان نزل في دار المختار، بعد ذلك انتقل الى دار هان بن عروه، وعرف عبيد الله بن زياد بمكانه، فارسل على هاني وهدده وقال والله لو كان تحت قدمي ما ارفعها، يعني شلون لو تقطعون قدمي ما اسلمك، هذا ضيفي هذا. المهم هدده وضربه على وجهه ورماه بالسجن، وجاء هاي المسلم عليه السلام طوق القصر لتخليص هان بن عروه، ولكن ايضا طلع دول العشائر وشريح القاضي. هاي العالم، مع الاسف العالم اللي عالم السلطان، جبه وكذا، وطلع وقالهم يا هذا هاني في اتم الصحه والعافيه. الناس تفرقوا، جيش من الشام، كل واحد ياخذ ابنه، المراه تاخذ ابنها وتقول ما لنا والدخول بين السلاطين. وصل الى طريق مسلم، وصل الى المسجد مع 30
طلع من المسجد بعد ماكو يريد واحد يدليه على الطريق ماكو غريب. وصل الى بيت امرأة كانت الظاهر تطلع وتدخل تراقب ابنها كان طلع ايضا. فوقف على باب دارها امك الله اسقيني ماء غريب وعطشان من بني هاشم. دخلت الى الدار جابت للماء اسقته الماء ودخلت ترجع لنا شافته ايضا جالس. قالت يا هذا لا يحل لك الجلوس عند باب داري. لما سمع لا يحل لك الجلوس حرام قام. لكن شافت عليه اثار الكبرياء اثار التدين. قال امك الله هل تضيفيني هذه الليله ولعلي مكافئك يوم القيامه. من تكافئ من انت؟ قال انا مسلم بن عقيل غدر بي الناس مسلم على الرحم والسعة بن عم الحسين. أدخلته إلى غرفة هيئت له الفراش. لكن هذا بلال كان جاسوس طلع ابنها. هذا اللعين شاف أمه تدخل وتطلع إلى الحجرة فأخذت من المواثيق المغلظة الإيمان المغلظة ألا تخبر أحد. لكن رأسا ذهب إلى عبيد الله بن زياد وأخبر عبيد الله بن زياد وإجت الجيوش طوقت بيت طوعة تقل لأنها ضنر لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد ويودوك لابن زياد ويزيد أريد مراجل عمك تعيد يقلها طاعة شجعيني وبعمي حيدر تذكريني بعزم الله لرد جمع اللي يجيني ما دام صمصام بيميني. لبس سلامة حرب وقاتل قتال الأبطال كان يحمل الفارس ويرمي به إلى على السطوح. لكن الذي ألم مسلم الحجارة من السطح من الناس من المرأة من الرجل على رأسه الحطب الملتهب في النار. ثم لم يستطيعوا من مسلم لم يستطيعوا أن يلقوا القبض عليه. كان شجاعا ذرغاما بطلا فحفروا له حفيرة كبيرة وغطوها بالحشائش والتراب وانهزموا من بين يديه. تبعهم فسقط في تلك الحفيرة أخرجوه قيدوه أخذوه إلى قصر الأمارة. وجد بباب القصر كأس فيه ماء قال اسقوني. قدموا له الماء ولكن كلما يريد أن يشرب يقع الدم في الإناء فيرمي الماء. في المرة الثالثة سقطت ثناياه بالماء فلم يشرب وقال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أخذوه إلى قصر الإمارة قال سلم على الأمير. قال ويلك ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير. قال سلمت أو لا تسلم فأنك مقتول آجركم الله. قالوا اصعدوا به إلى أعلى القصر. صعدوا به إلى أعلى القصر. قال ائذلوا لي حتى أصلي ركعتين. ثم توجه إلى الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله ابن عمك مسلم غريب غريب ويلي وين الذي يوصل بالحين لارض المدينة ويخبر حسين مسلم وحيد وما لهم عين داروا عليه القوم صواب. بعد ذلك آجركم الله رحم الله من نادى ومسلمات وشهيدات ومظلومات
ضربوا عنقه فصلوا الرأس عن الجسد ثم رموه من أعلى القصر. وهذه المرأة طوعة واقفة تحمل الإناء افتكرت مسلم راح يطلع تأخذه إلى البيت تعطيه الماء وإذا بمسلم جسد بلا رأس. أولي أقرأ بحريني اليوم في حار مسلم أنت. أو طوعة تصيح على السطيح وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفير وقاده مثل الطير مكسور الجناح وظلت تناديهم يا هالكوفان رح هذا ابن اخو الكرار حدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبتو خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيه شبيدي وانا حرمة وضعيفة ولا اقدر احمي لو يتركونك كان بيت قلبي وداوي كان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة وصيت شان بهالبلد طبت يتام قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة واجرج على الله والنبي سيد الكون جيكم يا طوع مخدرة زينب على كور شني أراها بهالبلد بيتعمها لذلك إجت زينب تقول أنا وين الدواوي والله أنا وين الدواوين أنا مخدرة عباس وحسين شا سوي غدر ميال ميال رموه من القصر إذ أوثقوه